مرحبا بالجميع، ان شاء الله راكم كامل لاباس وبخير وبصحه وعافيه. الفيديو السابق حكيت لكم على اللانترنا والتربصات اللي فت عليهم، ونسيت ما حكيت لكمش على حاجه جد مهمه واللي هي مذكره التخرج واللي نقولوا لها بالفرنسيه رابور دو ستاج وبيان ميموار. وقتاش نبداو نديروها؟ مع ندخلو في ستاج الاول، بعد نخيرو شكون الطبيب اللي يشرف علينا واش هو الموضوع اللي حابين نديروه ونبداو نخدمو فيها. اخر اجل ليها لازم يكون قبل ايداع ملفات الدبلوم، لانه هي حاجه اساسيه باش يمدولك الدبلوم. باش يمدولك الدبلوم من جهه راح تدفع باللي قمت بالتربصات تاعك كامل بنجاح، ومن جهه اخرى لازم تكون عندك الميموار تاعك وبيا الرابور دو ستاج واجد، ويكون لو بروفيسور شيف سيرفيس كاشالك عليها. في هذا الفيديو حبيت نمد لكم نصائح من خلال تجربتي اللي تمنيت لو كان مدوها لي قبل باش ما يعطلكمش بزاف هذا الرابور دو ستاج خلال التربص تاعكم. اول حاجه يقولك خير الجار قبل الدار، هكا بعدا في الرابور دو ستاج لازمك مع تدخل بعدا سقسي على لي بروفيسور و لي ميتر اسيستون اللي كاينين في السيرفيس هذاك باش تخير نتا الاول شكون اللي يخدم معاك قبل ما يخيروا صحابك لي بروفيسور و لي ميتر اسيستون اللي راهم سيريو، ويبقى لك واحد يبقى يرمي فيك من جهه اخرى ويمحنك خلال العام. والحاجه اللي ننبهكم ليها مليح مليح، كي تجي تسقسي على لي بروفيسور ما تسقسيش برك شكون اللي ناس ملاح، سقسي شكون البلو سيريو والبلو كومبيتون، شكون اللي يخدم بجديه اكثر. مثلا انا في حالتي توليت لهذه العفسه تاع لازم نخير الشريف تاعي في اسرع وقت، واش راح دير؟ تروح تسقسي شكون هي اللي ناس ملاح فيهم اكثر واكثر، هذيك هي اللي خيرتها. اون فان كونت ظهرت صح ناس ملاح هايله، مع تهضري معاها تقلت لك غير بالقدر وبالمحبه، لكن ما كانتش جديه في العمل وكانت مشغوله بزاف بزاف وتهز لي كونجي بزاف. الوغ انا توخرت وتوخر رابور دو ستاج تاعي حتى تقريبا شهر جويلي. بعد ما تخير المشرف تاعك تيجي النقطه الثانيه اللي هي الموضوع. قبل ما تخير الموضوع حاول تبحث قبل وشوف سقسي يعني اللي قبلك، ولا حوس على مذكرات اللي قبل باش تعرف واش هي المواضيع عموما اللي تكون فيها معلومات، لانه كاين بعض المواضيع المعلومات فيها تكون قليله خلاص، او العكس، او تكون مواضيع واسعه جدا. ثم كي تجي تخدم البارتي تيوري، كي تجي تخدم النظري تاعك تلقى روحك في بحر واسع وضيع. هنا نقطه واحده اخرى واللي هي البينوم تاعك او الشريك تاعك في المذكره اللي راح ديرها. الشخص اللي يخدم معاك جد 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 مهم، يعني كي تجي تخيره كانك راح تخير شريك الحياه. علاه؟ لانه كاين واحد الفئه من العباد يعني ربي يهديهم تلقاه يركز غير على مصلحته هو. مثلا الا كان راح يفوت مثلا امتحان التخصص تلقاه يضل في المكتبه، مع يخرج من التربص تاعو يروح للمكتبه يضل يقرا في المكتبه، وانت وحدك تجبد لتما وتخدم في الميموار هذيك وحدك. وهنايا برك نفتح يعني قوسين ونقول لهذه الفئه من المجموعه باللي والله ما تربحوا، لانه دعوه المظلوم مستجابه. انا كي كنت نخدم في رابور دو ستاج يعني الحمد لله اللي كانت معايا صاحبتي من قبل يعني، وخدمنا كل حاجه، قسمناها، قسمنا التعب، قسمنا كل حاجه. سي بور سا مالغري كانت المشرفه علينا ماهيش جديه وما تردناش بالخف وطولت علينا كل حاجه، مي كوم سي قسمنا المهام بيناتنا قدرنا نلحقوا في الوقت يعني الحمد لله. مالغري توخرنا مي الحمد لله لحقنا كل حاجه، يعني تقسم الضغط بيناتنا، ما كانش الضغط على وحده برك. في حين انه كان كاين معنا زميلات كذلك، كانوا زوج يخدموا في نفس المذكره، وحده مع تخلص التربص مسكينه تبقى في لوبيتال تروح للارشيف وكل حاجه تجبد. دوك نشرح لكم كيفاش نخدموا هذيك المذكره. والاخرى واش دير؟ تهز الطابل تاعها ديريكت للمكتبه، تعيط لها هذيك تقول لها روحي نخدمه، تقول لها عندي دي زومباشمون مانيش قاعده مانيش، وهي راهي في المكتبه. ما نكذبش عليكم انا هذيك الطفله اللي كانت تخدم وحدها يعني قالتها لي ليا، قالتها لي ما سامحهاش، قالت لي قدام ربي مانيش مسامحه فيها على التعب اللي راني نتعب فيه وحدي وعلى الضغط اللي راني فيه. ومالوغوزمون الاخرى مالغري قرات 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 في الاخر ما داتش التخصص، لانه كما قلت لكم دعوه المظلوم مستجابه، يعني ما حتربح والو كي زعما تهرب من الخدمه تاعك وتروح دير حاجه لمصلحتك انت. بعد ما تخيروا الموضوع وتبداو تخدموا، قلت لكم كاين جزء نظري وكاين جزء تطبيقي. الجزء النظري راح تبداو تجمعوا في المعلومات على هذاك الموضوع تاعكم، ولا لا مالادي هذيك المرض هذاك، ولا على حسب التخصص تاعك، حنا في الطب نديروا على الامراض على العموم. تجمع المعلومات ودير كي شغل بحث مصغر،
هذاك البارتي تيورك ما يكونش كبير بزاف، وفي نفس الوقت يكون شامل. يعني كاين نقاط يحددها لك المشرف عليك، مثلا يقول لك انتروديكسيون ديفينيسيون لي زيتيولوجي لي كوز لي كونسيكونس لي زيكزامان كومبليمونتير لي يديروهم في هذيك لا مالادي لي نوفيل ريكومونداسيون لي تريتمون لي في هذيك لا مالادي. كل واحد كاين نقاط يحب يركز عليها، انت راح تتبع النقاط اللي يمدهم لك هو. واشاك فوا تحوس في دي سورس، نقولوا مثلا في كتابات في دي سيت ميديكو ويتو، تريزومي وتبعث له هو بالايميل وكلش، هو يصحح لك ويعاود يرجع لك. على هذه انا قلت لكم باللي المشرف اللي يشرف عليك مهم جدا جدا، لانه مرات كيكون اللي مشغول بزاف واش يدير؟ انت كيتبعث له باش يصحح لك هو ما يردلكش بالخف، يبقى حتى شهر انت لتم تحبس خدمتك، تحبس خدمتك وتبقى تستنى فيه يعاود يرد لك باش تكمل. هنا ها المشكل، كما قلت لكم حنا بدينا نخدمو في ديك من النهار الاول اللي دخلنا فيه في الستاج، وهكا وما كملناش حتى جويلي، مش لانه هذيك الرابور دو ستاج كان واعر بزاف ولا ما عندناش دي زانفورماسيون، لانه اشاك فوا كنت نبعث لها الماتر اسيستانت اللي كانت حاكمه فيها ما تعاودش ترد لي بالخف، نبقى نستنى فيها، نبقى حابسه في نفس البلاصه ونستنى فيها. بعد ما تكملوا الجزء النظري كاين الجزء التطبيقي، وانا هنا ننصحكم حاجه، شتو كي تبداو في هذاك الرابور دو ستاج ابداو بالجزء التطبيقي. علاه؟ لانه التطبيق راح يكون في السيرفيس اللي انت فيه، راح يمدوا لكم مفتاح تاع ارشيف معمر بلي دوسي تاع لي مالاد، تروحوا تجبدوا لي دوسي هذوك، يحدد لكم هذاك المشرف عليكم، قال باغ اكزومبل يقول لكم ديروا لي بحث على مالادي هذيك مثلا من 2015 حتى العام هذا، تروحوا تجبدوا لي زارشيف كامل، كل مره تجبدوا واحد، وهذه اصعب مهمه يعني كاين بزاف بزاف، وعلى حسب ثاني المرض اللي خيرتو انت، بزاف لي باسيون في هذاك المرض راح تلقى بزاف لي دوسي، توليو اشاك فوا تجبدوا تاع عام تجبدوا هذوك لي دوسي. يمد لكم المشرف تاعكم اون فيش، ولا كاين اللي يقول لهم نتوما ديروها، معلومه تكتبوا لي زانفورماسيون على المرض، الاسم اللقب العمر وقتاش دخل السيرفيس وقتاش خرج حاجه كيما هكا، ومن بعد تحتها لي زانفورماسيون على مالادي. قلت لكم كنت ميديسين انترن، الوغ درت اون مالادي سيستم، مالادي سيستم تقيس بلوزيغ اورغان، تما حطيت على حسب لي زورغان اللي تقيسهم ولي سين اللي كاينين، وكل مره انا نجبد الدوسي تاع باسيون نكوشي اذا كان كاين هذاك السين ولا لا لا، باش في الاخير كامل نديرو احصائيات. كيفاش نديرو الاحصائيات؟ شتو كي تجبدوا هذوك الملفات وتعمروا لي فيش هذوك كامل، سي بون تما عندكم لي زانفورماسيون تاع لي مالاد تاعكم كامل، واش ديروا؟ تروحوا تفتحوا ملف في الاكسل. هنا انا نطمئنكم اللي ما يعرفوا والو على الانفورماتيك الاكسل وكلش نورمال، انا كنت نول كنت ما نعرف والو والو والو، وتخلعت قلت كيفاش نخدم ساشون كو هذيك صاحبتي تاني ما تعرف والو في هذا الشيء. انا تفاهمنا، انا حكمت التطبيقي وهي حكمت النظري، رحت دخلت برك اليوتيوب، كل حاجه كاينه في اليوتيوب، اكتبوا برك في اليوتيوب تعلموا كيفاش تعمروا هذاك الاكسل، تكتبوا لي زانفورماسيون اللي كاينين في هذيك لافيش تكتبوها في الاكسل هكذا، وتكتبوا هوريزونطالمون وتكتبوا لي مالات تاعكم فيرتيكالمون، وتعاودوا تعمروا تعمروا تعمروا. علاه نعمروا في الاكسل؟ باش يعاوننا من بعد على الحسابات، لانه في الاخير راح نديروا احصائيات. قال بار اكزومبل اللي راهم مراض بهذا المرض شحال اللي راهم عندهم هذاك لو سين هذاك العرض. بعد ما نديروا الاحصائيات راح نديروا رسومات بيانيه هكا، اقراص ودوائر واعمده وكل حاجه، دو كامل تخرجوهم بالاكسل، يعني ما تقلقوش. في الاخير في هذا الرابور دو ستاج كما قلت لكم راح يكون عندكم بارتي تيوريك جزء نظري تكونوا نظمتوه وكتبتوا العناوين فيه وكل حاجه من تحت، وما تنساوش في الهامش تكتبوا لي سورس اللي جبتو منهم، اشاك فوا تجبدوا انفورماسيون هزوا هذيك لا سورس اللي جبتوها منه، باسكو لازم ديروا لي ريفيرونس من تحت، لازم ديروا المصادر اللي جبتوهم تكتبوهم في الهوامش. وكاين المشرفين اللي يقولك ما تكتبيها ليش تحت الهامش، خلي حتى الاخر كامل كي تكملي رابور دو ستاج وجمعي كامل لي ريفيرونس، جمعي كامل المراجع وكتبيهم لي كامل تحت بعضهم هكا. يكون عندكم الجزء براتيك، الجزء براتيك هي عبارة عن هذوك البيانات اللي درتوهم زيدوا برك من تحتهم تعلقوا عليهم، التعليق بالمختصر كيفاش يكون؟ كل مرة تشدوا بيان وتعلقوا عليه، مثلا إذا كان درتوه في هذاك البيان شحال الأعراض اللي يكونوا عند النساء وشحال اللي عند الرجال، نقولوا باللي لاحظوا مثلا بالنسبة للعرض هذاك أنه في هذو السنوات من إلى راه موجود عند الرجال أكثر من النساء، وزيدوا تروحوا تحوسوا على كاش ميموار واحد اخرى تاع دي زوتر بيرسون ولا كتابات ولا، باش دعموا التعليق تاعكم بالراي تاع من تحت. وهذا ما كان كي تكملوا
تمدوه للطبيب المشرف عليكم راح يسنيكم عليه، ومن بعد زيدوا سدوه للبروفيسور شيف سيرفيس يعاود يقرا هو ثاني صحاكم اذا كاين اخطاء، اذا ما كانش يسني لكم وخلاص وكملتوا. ديروا 4 نسخ منه، واحد يديه الطبيب المشرف، واحد يديه البروفيسور شيف سيرفيس، وزوج تدوهم نتوما باش تنزلوهم في الدوسي تاعكم باش يمدوا لكم الدبلوم. فوالا حاولت نلخص لكم كلش وحاولت نهضر بزربه باش ما يكونش الفيديو طويل. المهم اذا كان عندكم اي اسئله اخرى فيما يخص موضوع الرابور دو ستاج خلوه لي تحت وانا نحاول نعاونكم باذن الله. عندكم مواضيع اخرى حبيتوا تسقسوا عليها تراسلوا معي عبر الانستغرام دوك اشار، ودمتم في رعايه الله وحفظه.